ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من معهد الإسكندرية العالي للإعلام، وإليكم أبرز العناوين. تكريم الأستاذ محمد العبيسي بملتقى النجاح في الحياة. انطلاق ثاني دورة تدريبية بمدينة الإنتاج الإعلامي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المبرم. استعداد الإسكندرية العالي للإعلام لبداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023. الإعلان عن فعاليات انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بطلاب الإسكندرية العالي للإعلام. تنفيذ مشروعات التخرج في اجتماع طارئ بالإسكندرية العالي للإعلام. اختتام فعاليات مادة مدخل إلى الفنون المسرحية بالإسكندرية العالي للإعلام. اختتام فعاليات مادة الأنشطة الترويجية. ورشة التصوير الصحفي من داخل أروقة العالي للإعلام. قامت جمعية اتجاه للتأهيل والدمج المجتمعي بتكريم الأستاذ محمد العبيسي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الإسكندرية العالي للإعلام، وجاء ذلك التكريم ضمن احتفالية ملتقى النجاح في الحياة العامة التي أقيمت في نادي المعلمين بالإسكندرية، وعليه جاء هذا التكريم نظرا للدور الفعال الذي يقوم به سيادته للتوعية بمبادرة قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. وقد أعرب الأستاذ محمد العبيسي عن سعادته بوجوده بين أبنائه وبناته من ذوي الهمم. انطلقت الثلاثاء الماضي ثاني فعاليات بروتوكول التعاون بين معهد الإسكندرية العالي للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، حيث نظم المعهد ثاني زيارة علمية بالمدينة تستهدف تنفيذ البرنامج التدريبي المتفق عليه ضمن بروتوكول التعاون بين الطرفين، وذلك بمركز التدريب والتطوير بالمدينة أبسكيل. بالإضافة إلى ذلك، توجه الطلاب إلى زيارة استوديوهات المدينة من أجل الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإنتاج البرامجي والدرامي، بما يضمن معايشة الطلاب لواقع المؤسسات الإعلامية الكبيرة والتعرف على كيفية إدارة هذه المنظومة الإعلامية الضخمة. أعلن الإسكندرية العالي للإعلام استعداده لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، حيث وجهت الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد ببدء إعلان جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث يبدأ في 2 يناير القادم وينتهي في 18 من الشهر نفسه. كما أكدت سيادتها على التزام المعهد بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية بكامل الانضباط. في إطار حرص معهد الإسكندرية العالي للإعلام على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، أعلن المعهد عن بدء فعاليات الدورات التدريبية في جميع أقسام المعهد: قسم الصحافة، قسم العلاقات العامة والإعلان، وقسم الإذاعة والتلفزيون. وتأتي تلك الدورات التدريبية على هامش سلسلة الدورات التدريبية الخاصة باستكمال الطلاب المواد الدراسية الخاصة بهم، حيث أطلق قسم الصحافة دورة تدريبية لطلابه تحت عنوان صحافة الموبايل يخاطرها الدكتورة يارا عبد العزيز، والتي قد بدأت في 24 من ديسمبر وانتهت في 26 من الشهر نفسه. بينما نظم قسم الإذاعة والتلفزيون دورة الإعداد والمونتاج الإذاعي تقدمها الأستاذة مي فودة المذيعة بقناة صوت مصر ومديرة راديو المنصة. أما عن قسم العلاقات العامة والإعلان فقد نفذ القسم دورة تدريبية الاتصال والتنظيم المؤسسي يخاطرها الأستاذ عمرو الديب مدرب وخبير العلاقات العامة، حيث بدأت في 27 من ديسمبر وانتهت في 29 من الشهر نفسه. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد، نظم المعهد يوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر اجتماعا ترأسته الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد، وذلك بشأن تنظيم شؤون مشروعات تخرج طلاب المعهد بجميع أقسامه. وقد جاء ذلك الاجتماع بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشرفون على تلك المشروعات، بالإضافة إلى حضور جميع طلاب المستوى الرابع بالمعهد. وعليه تحدث الأستاذ الدكتور غادة اليماني مع الطلاب فيما يخص تنفيذ وتنظيم شؤون إعداد مشروعات التخرج لإخراجها على أكمل وجه وأحسن صورة. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد، اختتم معهد الإسكندرية العالي للإعلام فعاليات أنشطة مدخل إلى الفنون المسرحية للعام الجامعي 2022-2023 تحت رعاية الدكتور سعيد النادي مدرس الإذاعة والتلفزيون بالمعهد. وتضمن الختام عروضا مسرحيا عديدة من تأليف وتمثيل طلاب المستوى الثالث،
وقد جاءت هذه الفعاليات والتي عقدت بقاعة المؤتمرات بالمعهد انطلاقا من دور العالي للإعلام في تعزيز النواحي العلمية والعملية للطلاب وإعداد كوادر تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد والدكتور أسامة عبد الرحمن مدرس العلاقات العامة بالمعهد، اختتم يوم الأحد 25 من ديسمبر فعاليات مادة الأنشطة الترويجية، وكان ذلك بحضور السيدة عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه. وقد أشادت العميدة بمجهودات الطلاب في عرض وتقديم المنتجات والترويج لها، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق. حرصا من معهد الأسكندرية العالي للإعلام على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، نظم قسم الصحافة بالمعهد ورشة عمل بعنوان أساسيات التصوير الصحفي، حضرها الأستاذ الدكتور محمد عثمان أستاذ ورئيس قسم الصحافة ووكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب. استهدفت تلك الورشة أسس وإمكانات التصوير الصحفي الجيد ومهارات التصوير لإتمام عمل صحفي متكامل. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية اليوم من داخل معهد الأسكندرية العالي للإعلام. كانت معكم منة طلاب الطويسي. سارة إدريس، دمتم في رعاية الله.